قال الجدار للوتد لما تشقني؟ قال سل من يدقني. أنا مستبشر جدا. يلا الذي بعده. عبد رب منصور عادي على نفسه. لحظة جبنا لك عدة يتمناها أي إرهابي في العالم. كل دوائر وهيئات المجلس الانتقالي الجنوبي تعمل بشكل مضاد وبتوجهات إماراتية خالصة. ما بيننا إحنا وإياهم إلا كل خير. علي عبد الله صالح المدرسة، وعلي عبد الله صالح الطريق، وعلي عبد الله صالح الكهرباء. هذا عيب، عرف كل شيء. أعلن الانسحاب. في مواقف كثيرة ذات حساسية لا أريد أن أتحدث عنها. لأن إحنا جربنا الوحدة، وأن الوحدة لا تفرض بالقوة. إن هو احتلال كامل الأركان. الله يلعنك، أنا أقول ذلك في رمضان على لعنة الله على الكاذبين. خلاص يكفي.